إذا نتطلع هون عندي بدنا نتطلع في البداية نشوف أثر. إذا عندي wave form أنا فيها first fundamental وفيها third، إيش بأثر الثيرد على السيستم؟ فالثيرد هارمونيك هاي أنا راسم هون الفاندمنتال، فطبعاً البقية الويف فورمز راح يكونوا هاي واحد، هاي اثنين، وهاي ثلاثة. بس المشكلة إيش؟ إنهم كلهم منطبقين على بعض. يعني لاحظوا هذا هو عبارة عن 3 ويف فورمز فوق بعض، اللي هم هذا الهارمونيك وهذا الهارمونيك وهذا الهارمونيك، بس مش مبين منهم غير اخر واحد نعمل له بلوت اللي هو تي اتش. الفاندمنتال هاي الفاندمنتال ار، وهي الفاندمنتال اس، وهي الفاندمنتال تي. هلا اذا اطلعنا بالنسبه لار الهارمونيك تبعه ان فيز معه، بالنسبه لاس الهارمونيك تبعه ان فيز معه، وبالنسبه لتي الهارمونيك تبعه ان فيز معه. فالثلاث ويف فورمز الهارمونيك ان فيز معهم، بس لانه ثيرد هارمونيك بصير فعليا انه هذا اللي هو الار، الثيرد هارمونيك تبع الار منطبق على الثيرد هارمونيك تبع الاس، منطبق على الثيرد هارمونيك تبع التي. شو بنسمي هذا السيكونس اللي فيش في بينهم اي شيء؟ زيرو فيز سيكونس. يعني هذا هون لانه انا كاني عمالي بقول انا جبت ثيرد هارمونيك وما عملت اي فيز شيفت ما بين الار والاس والتي بالنسبه للثيرد هارمونيك، فاللي راح يصير لانه فيش عندي فيز شيفت ان تايم راح يكون عندي الار مثلا هيك، الاس هيك، والتي هيك، وما فيش في بينهم فيز شيفت، ايش اثرهم هدول راح يكون؟ ايش الماجنتيك فلكس اللي راح يولدوه الثلاثه هدول؟ زيرو، فما راح يعملوا اي شيء، بس هل راح يمر كرنت؟ كل واحد منهم راح يمرر كرنت في اللود، ولا راح يلغوا الكرنتس كلهم مع بعض؟ احتمال يلغوا الكرنتس اذا كان عندي هون كويل وعندي هون كويل وعندي هون كويل، هذا ان فيز مع هاد وهذا ان فيز مع هاد، فالفولتج مش متاكد انا الكرنت بيلغي ولا لا، بس لو مر كرنت راح يكون الفيز تبعته زي هيك وهذا راح يلغي الماجنتيك فلكس. فالزيرو فيز سيكونس ايش بيعمل؟ ما بولد اي تورك لا بوزيتيف ولا نيجاتيف، اوكي؟ وهي واضح هون لانهم انطبقوا الثلاثه فوق بعض، ففيش فيز سيكونس، فيش بينهم زاويه. هلا نطلع على الجزء على الثاني اللي هو الخامس. اذا جينا نطلع على الخامس الخامس مختلف الوضع. نطلع اول شيء على الفاندمنتالز، هي الفاندمنتال الاحمر اللي هو ار، والفاندمنتال الاصفر، والفاندمنتال الازرق. هل بينهم 120 درجه؟ بينهم 120 درجه، ما في مشكله. اجينا رسمنا الفيفث هارمونيك تبع الار ان فيز مع الار، والفيفث هارمونيك تبع الاس ان فيز مع الاس، والفيفث هارمونيك تبع تي ان فيز مع تي، وتاكد منها. هي الفاندمنتال تبع اس، وين الفيفث هارمونيك هيو؟ هل هو ان فيز معه؟ جينا رسمنا الفيفث هارمونيك الازرق، عفوا الفاندمنتال الازرق، رسمنا الفيفث هارمونيك تبعه ان فيز معه، وجينا كمان على ار، هي الفاندمنتال تبع ار، رسمنا الفيفث هارمونيك تبعه ان فيز معه. فلو فرضنا انه هذول كانوا ان فيز الثلاثه كلهم مع الفاندمنتالز تبعتهم، ورسمنا الفيفث لنتاكد انه فعلا هو فيفث، نطلع على الاحمر، هل هو خمس اضعاف الفريكونسي؟ هي الفريكونسي تبعت الاحمر، هي الفيفث هارمونيك الفاندمنتال تبعه، هي واحد، هي اثنين، هي ثلاثة، هي أربعة، وهي خمسة. إذا فعلا هذا خمس أضعافه إن فيز معه وخمس أضعاف الفريكونسي. ونفس الشيء بالنسبة للإس، لو جينا اطلعنا على الإس عندي هي أول واحد، هي الثاني، هي الثالث والرابع، وبعدين نرجع نكمل من هون بيطلعوا خمسة، والتي نفس الشيء. لكن اللي بهمنا هذا نتج عندي الآن، وهذا طبعا الفيفث هارمونيك إيش السينكرونس سبيد تبعته؟ 5F. فالN سينكرونس للفيفث هارمونيك في له سينكرونس سبيد، وراح يلف الماجنتيك فلكس اللي ناتج عنه راح يلف على خمس اضعاف السرعه، يعني 7500 ار بي ام، لانه راح يكون عندي 5 في اف في 120 على بي. فراح الاقي انا الفاندمنتال عماله بلف على 1500 ار بي ام، بس راح الاقي انه الفيفث هارمونيك عماله بلف على 7500 ار بي ام، لانه خمس اضعاف
لكن السؤال هل بلف بنفس الاتجاه ولا بلف بعكس الاتجاه؟ لأنه إذا كان بلف بنفس الاتجاه شو بيساعدني؟ أعطيني تورك إضافي. بس إذا بلف بعكس الاتجاه طلع هلا السيكونس. إيش السيكونس الأصلي إيش كان؟ R S T. لكن في السيكونس الجديد شو صار؟ R T S. شو بنسمي هذا السيكونس؟ نيجاتيف فيس سيكونس. والسبب إنه نيجاتيف فيس سيكونس إنه عماله بلف بعكس الاتجاه، فرح يكون عندي الفاندمنتال عماله بلف مثلا هيك، رح يكون هذا الفيفث هارمونيك اللي طبعا الماجنيتيود تبعه أقل رح تكون عماله بلف بهذا الاتجاه. الماجنيتيود طبعا بطلعه من الفورير سيريز أناليسيس، بطلع قديش الماجنيتيود تبعه، فهذا عماله بضيع من التورك، فالنيجاتيف فيس سيكونس عماله بضيع من التورك الأصلي، بسحب كرنت وبضيع من التورك تبعي الأصلي. ناخذ السيكونس الأخير. إذا الثالث زيرو فيس سيكونس، طبعا اللي بنطبق على الثالث بنطبق على التاسع وبنطبق على ال15 وبنطبق على ال21، واللي بنطبق على الخامس بنطبق على ال11 وبنطبق على ال17 وبنطبق على ال23 وبنطبق على ال29، بنزيد 6 كل مرة. ناخذ السبنث. السبنث عملنا نفس الشيء، نتأكد أول شيء إنها 7 أضعاف الفريكونسي، فعندي هاي الـ R والـ S والـ T الأصليات. جينا رسمنا هون in phase مع R، رسمنا waveform إلها 7 أضعاف. طبعاً ما يغرك إنه أنا حطيت هذا الماجنيتيود تبعه نفس هذا، مش معناه إنه تحليل الwaveform إنه هو نفس الماجنيتيود. أنا بس رسمتهم هون عشان أفهم السيكونس الفيز العلاقات الفيز بينهم. ماشي فاهمين؟ مين اللي بحدد الماجنيتيود تبع الهارمونيك؟ كيف بطلع الماجنيتيود تبع هارمونيك؟ فورير سيريز. بدي اخذ الويف فورم الاصليه، شو شكلها؟ هل هي سكوير ويف؟ هل هي كوزي سكوير ويف؟ هل هي بي دبليو ام؟ ايش فيها فاندمنت؟ ايش فيها بنطلع؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. اوكي؟ ونفس وان فيز مع ار، والاصفر هيو بدا من هون وان فيز مع اس، والازرق بدا من هون وان فيز مع تي. الفيس سيكونس اللي نتج عندي بوزيتيف فيس سيكونس ولا نيجاتيف فيس سيكونس؟ بوزيتيف ار اس تي. اذا هذا شو بيعمل؟ بيساعدني. شو بنسميه؟ بنسمي هذا بوزيتيف فيس سيكونس. اذا نلخص هلا هذول، في عندي زيرو فيس سيكونس، no effect on torque. Negative. مين هذول بنطبق عليهم؟ الثالث. أنا راح أفترض ما فيش عندي even harmonics، راح أفترض إنها الويف فورم بس فيها odd harmonics. فهذا الثالث والتاسع والخمستاعش والواحد وعشرين. وعندي النيجاتيف فيز سيكونس اللي هو reduces the torque، لأنه الفيز سيكونس بصير R T S. هذا بيجي من الفيفث والإلفنث سبنتينث تونتي ثيرد، وبعدين عندي بوزيتيف فيز سيكونس هذا increases أو aids torque production، وهذا بنطبق على 7th. طبعا عادة بشكل عام رح يكون الماجنيتيود تبع 7th نتوقع عادة أصغر من 5th. 7 و 6 13 13 و 6 19 25. إذا رسمنا هون الرسمة تبعت هذا اللي هو الفيرست أو الفاندمنتال، وكان بلف بهذا الاتجاه بسرعة F في 120 على P، هنستعمل لون تاني. رح يكون عندي مثلا النيجاتيف فيز سيكونس بلف بهذا الاتجاه على ايش؟ اول واحد كان في النيجاتيف مثلا 5 اف
في 120 على بي. طبعا هذول وحدتهم RPM RPM. وراح يكون عندي البوزيتيف فيس سيكونس بلف بهذا الاتجاه على سرعة 7 مثلا F في 120 على بي. والزيرو فيس سيكونس ما له أثر، حطه بالأسود هون. اوكي هذا النيجاتيف نيجاتيف فيس سيكونس بوزيتيف فيس سيكونس نيجاتيف فيس سيكونس فاندمنتال. وانا توقعي عاده بيكون في معظم الويف فورمز اللي شفناها انه الفيفث عاده بيكون بتناسب مع 1 على 5 والسيفنت بتناسب مع 1 على 7 والتاسع بتناسب مع 1 على 9 رفلي رفلي لما نحلل الهارمونكس او هذا صاير اقل سكوير ويف. فبنلاحظ بشكل عام كل ما زاد الاوردر تبع الهارمونيك الماجنيتيود بقل حسب شكل الويف فورم اللي موجوده.